ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف السادس، درس المحفوظات لهذا اليوم بعنوان تفاؤل وأمل، وهذه المحفوظات متواجدة في الكتاب صفحة رقم 62. سوف أقوم اليوم فقط بشرح الأبيات من البيت الأول حتى البيت الخامس، وسنكمل الأبيات في الحصة القادمة بعون الله تعالى. ولكن قبل البدء سوف أقوم أولا بقراءة الأبيات من البيت الأول حتى البيت الخامس، ومن ثم نقوم بالتعريف بشاعر المحفوظات تفاؤل وأمل. تفاؤل وأمل. سأعيش رغم الداء والأعداء كالمصري فوق القمة الشماء، أرن إلى الشمس المضيئة هازئا بالسحب والأمطار والأنواع. لا أرمق الظل الكئيب ولا أرى ما في قرار الهوة السوداء. أصغي لموسيقى الحياة ووحيها وأذيب روح الكون في إنشائي، وأصيخ للصوت الإلهي الذي يحيي بقلبي ميت الأصداء. سنقوم الآن بالتعريف بالشاعر. الشاعر هو أبو القاسم الشابي، وشاعر تونسي، ولد سنة 1909 ميلاديا في بلدة الشابية في تونس. حفظ القرآن وهو في سن التاسعة. من أهم دواوينه ديوان أغاني الحياة، وهو القائل: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. لقب أبو القاسم بشاعر الأمل، وتوفي سنة 1934 ميلاديا بعد صراع طويل مع مرض القلب. سوف أبدأ الآن بالبيت الأول أعزائي الطلاب، لكن قبل البدء سوف نقول المعنى العام، المعنى العام لدرس المحفوظات تفاؤل وأمل. كان الشاعر أبو القاسم يعاني من المرض، كذلك من وجود الاحتلال الفرنسي الذي كان يجثم فوق أرضه ووطنه. إذن هذه القصيدة تدور حول فكرة التحدي والصمود في وجه المرض والاحتلال. إذن هذا المعنى العام للمحفوظات، أو المعنى الإجمالي للمحفوظات، بأن هذه القصيدة تدور حول فكرة التحدي والصمود في وجه المرض والاحتلال. أما الآن سوف أبدأ بالبيت الأول. سأعيش رغم الداء والأعداء كالمصري فوق القمة الشماء. هنا يتكلم الشاعر في هذا البيت عن صعوبة الحياة وما فيها من ألم ومعاناة، ورغم ذلك فهو يقول: سأعيش كالنسر الذي يحلق فوق القمم بعز وارتفاع. إذن هنا الشاعر أبو القاسم يتحدث عن صعوبة الحياة وما فيها من ألم ومعاناة، وبالرغم من الألم والمعاناة فهو سوف يعيش كالنسر الذي يحلق فوق القمم بعز وارتفاع. الداء يقصد به المرض، والقمة الشماء القمة العالية. إذن الداء المرض، والقمة الشماء هي القمة العالية. الصورة الفنية هنا شبه الشاعر نفسه بالنسر الذي يحلق عاليا متجاوزا كل القمم والمرتفعات، وشبه المرض والعدو بالعقبات والمرتفعات التي تواجهه. إذن شبه الشاعر نفسه بالنسر الذي يحلق عاليا متجاوزا كل القمم والمرتفعات، وشبه المرض والعدو بالعقبات والمرتفعات التي تواجهه. أنتقل الآن إلى البيت الثاني. أرنو إلى الشمس المضيئة هازئا بالسحب والأمطار والأنواع. أرنو بمعنى أديم النظر إليه، هازئا ساخرا السحب الغيوم الأنواء الأمطار أو الرياح الشديدة. الشاعر لا يهتم بالسحب التي تغطي الشمس ولا بالأمطار، بل هو يسخر ويستهزئ بها لأنه يعلم أنها لن تحجب السماء ولا نور الشمس إلى الأبد. إذن هنا الشاعر لا يهتم بالسحب التي تغطي الشمس ولا بالأمطار، بل هو يسخر ويستهزئ بها لأنه يعلم بأنها لا تحجب السماء ولا نور الشمس إلى الأبد. كذلك الاحتلال مهما طال مكوثه على وطنه سيرحل في النهاية لا محالة.
الصورة الفنية هنا شبه الشاعر وطنه بالسماء، وشبه الاحتلال بالسحب والأمطار التي تحجب السماء ونور الشمس لفترة قصيرة. انتقل الآن أعزائي الطلاب إلى البيت الثالث. لا أرمق الظل الكئيب ولا أرى ما في قرار الهوة السوداء. أرمق بمعنى أنظر بطرف عيني، الكئيب الحزين قرار أي عمق الشيء وقاعه، والهوة هي حفرة عميقة. الشاعر يدرك أعزائي الطلاب أن حياته صعبة، ولكنه يخبرنا أنه لا يعير هذه الصعوبات أي اهتمام. الصورة الفنية شبه صعوبات الحياة بظل كئيب وهو عميقة مظلمة. أنتقل الآن أعزائي الطلاب إلى البيت الرابع. أصغي لموسيقى الحياة ووحيها وأذيب روح الكون في إنشائي. هنا يبين الشاعر في هذا البيت أنه يستمع بإنصات إلى جمال الحياة، وأن السعادة الحقيقية تكون بالنفس الحالمة التي تسعى لتحقيق أهدافها وطموحاتها. أصغي بمعنى أستمع بتركيز، إنشائي أي تأليفي، ووحيها أي إلهامها أعزائي الطلاب. أنتقل الآن إلى البيت الخامس. وأصيغ للصوت الإلهي الذي يحيي بقلبي ميت الأصداء. هنا أصيغ بمعنى أنصت وأسمع، الأصداء مفردها صدى وهو رجع الصوت وتردده. هنا يقول الشاعر أنه يتبع ما أمرنا الله فيه، والذي يحيي قلبه ويجعله متفاعلا مع الكون وما فيه من جمال. أعزائي الطلاب، البيت الرابع والخامس يتحدثان عن نفس الفكرة، بحيث ينظر الشاعر إلى الجانب المشرق من حياته ويستقي منه الأمل، فهو يستمتع بجمال الطبيعة التي توحي له بأعذب القصائد، ويستمع لمخلوقات الله التي تزيح الهم والحزن عن قلبه وتحيي روحه من جديد وتمده بالطاقة ورغبة التحدي. أعزائي الطلاب، أعزائي الطلاب، سنكمل باقي شرح الأبيات في الحصة القادمة، والآن سوف أنتقل إلى العاطفة في كافة أبيات القصيدة وخصائص أسلوب الشاعر. الشاعر هنا العاطفة التي يستخدمها الشاعر الأمل والتفاؤل رغم كل أسباب الألم المحيطة بالشاعر. إذن العاطفة هنا الأمل والتفاؤل. أما خصائص أسلوب الشاعر، كثرة استخدام الصور الفنية، الإكثار من ذكر الطبيعة وما تحتويه من مخلوقات، الإكثار من استخدام الفعل المضارع الذي يدل على المستقبل كما يدل على رغبة الشاعر في الحياة. أما الأفكار فقط للأبيات التي تم أخذها. البيت الأول والثاني تحدي المرض والاحتلال والسخرية من صعوبات الحياة، والبيت الثالث والرابع والخامس عدم الاكتراث للألم مهما كان، واستمداد القوة والعزيمة من مكنونات الكون والطبيعة. طلاب الأعزاء، بعون الله تعالى سنكمل باقي شرح الأبيات في الحصة القادمة. ألقاكم في الحصة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.